هذه وثيقة الاستخدام التي تقدرت بها جلة من المكافحين والمناضلين من أجل الحرية والاستقلال. كما لا يخفى عليكم أن المغرب كان تحت وطأة الاستعمار الفاشي، الاستعمار الفرنسي الذي عدل رجال المقاومة وقامت ونشأت الحركة الوطنية في العشرينات من القرن الماضي، وكان أساسها هو دحض المستعمر وإخراجه من أرض الوطن. نشأت هذه الحركة الوطنية وعنها تمخض وأنجبت حزبا مباركا يناضل في سبيل الاستقلال وسمي بحزب الاستقلال. هذه الجملة التي وقعت على وثيقة المطالبة بحزب الاستقلال كما ترونه في الوثيقة المعلقة هنا، منظورة من خيار أبناء هذا الوطن، زمرة ناضلوا وقاتلوا وجاهدوا في سبيل تحرير الوطن والمواطنين من قبضة الاستعمار، زمرة تلقوا التعذيب والتنكيل وذاقوا مرارة السجون والاعتقالات، ذاقوا كل الويلات من المستعمر، لكنهم أبوا إلا أن يستمروا في جهادهم من أجل طرد المستعمر، إلا أن كان ذلك بفضل الله في سنة 56، حيث استجاب المستعمر، استجاب للمطالب القوية الحاسمة لحزب الاستقلال وتحت الرئاسة المالية المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله طالعه. من هنا بدأت تطل على إفريقيا كلها إشراقة عهد جديد يسمى بعهد الحرية والاستقلال. فمن المغرب ننتقل إلى بلدان أخرى إفريقيا التي عرفت هذه النهضة التي كانت في المغرب، التي بدأت في المغرب، نهضة الحركة الوطنية، نهضة حزب الاستقلال، نهضة هندان فاسد أمر الله برحمته الذي جاهد رفقة إخوانه لأجل تحرير هذا الوطن. وسأتلو عليكم شيئا من ما هو مسطر في هذا الكتيب الذي يعني كان يذكر لهذه المرحلة التي تحل اليوم، تحل اليوم 11 يناير 2019، ذكرى مرور 75 سنة على تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال الجيدة سنة 1944 التي تعتبر حدثا تاريخيا موقعا لذاكرة الوطنية بالنسبة للشعب المغربي الذي تجول في حينه مع أهدافها وانخرط في مسارها النضالي وتعبأ بالتضحية من أجل تحقيق مراميها. ولقد سبق أن بادر حزب الاستقلال بهذه المناسبة لهذا الإنجاز إلى إصدار كتب تحت قائمة الشرف بغية ملء الفراغ. كنا نستشعر ضرورة شدة إسعار المهنيين والمكافحين الوطنيين من
حرية واستقلال، وليتعرف الرجل العام وخاصة الأشجار الصاعدة على هذه الزهرة من رجالات الحزب في تلك المرحلة العصيبة الذين امتلكوا الجرأة وبعد النظر اللازمين للإقدام على هذه الخطوة المصيرية بالتنسيق مع جلالة الملك المغفور له محمد الخامس لتشكيل منعطفا حاسما وثقلا نوعيا في طبيعة العمل الوطني.